التعادل السلبي مستمر. لقاء الصدارة اليوم، لقاء الصدارة. هنا تمريرة عيناوية، خطرة، جول عيناوي. العين يسجل الآن عن طريق ابن الغزال أحمد عبد الله، ماجد أحمد عبد الله. لاحظ التمريرة الحلوة العيناوية، ما فيها أوفسايد، ما فيها أوفسايد. نعم، وقادم من الخول، فلذلك هدف سليم، هدف سليم من الخلف قادم، حطها على طول في المرمى، عكس حارس المرمى تماما، يحطها في المرمى، يعلن تقدم العين بأول الأهداف الآن. هذا هو ماجد أحمد عبد الله، فرحان، سعيد، أكيد أكيد تقدم الآن العين، العين قادم يا العيناوية. أحمد راشد، برمان يتقدم للأمام، برمان محاولة الآن، انطلاقة خطيرة للعين، فوزي فايز لراشد، خطرة، جول أنهاها، أنهاها العيناوي، خلصها على طول في المرمى راشد عيسى، راشد عيسى إذن يضيف الهدف الثاني للعين، يؤكد الآن. لكن خلونا نشوف فيها ولا ما فيها، شوف 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 لحظة التمرير، ممتاز، الله يا مسعود، الله يا مسعود، هذه نصفق فيها للمساعد الأول، قرار سليم، قرار سليم وهدف سليم. نعم، راشد عيسى يضعها أيضا في الزاوية البعيدة، يحرز الهدف الثاني الآن لمصلحة فريق العين. سيطر العنابي في الشوط الأول لكن ما سجل، ما سجل، نجح العين وسجل في الشوط الثاني وتأكدنا منها، فما بالك يا مسعود أنت للوهلة الأولى. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، مركز. هنا محاولة للعنابي أن يقلص الفارق، تسديدة قوية تصطد لزالة خطرة، جول، جول، قلص الفارق الآن، قلص الفارق العنابي. وقبل شوي أقول لا خوف على العنابي، فإن يمتلك لاعبين على مستوى عالي. سجل العنابي الآن 2-1. شوف شوف اللعبة، شوف اللعبة، شوف العرضية، بعد ذلك التسديدة، والعكبري يسدد في المرمى، يقلص الفارق الآن محمد العكبري لمصلحة العنابي، لتصبح هدفين لهدف، هدفين لهدف، فريقين كبار ما في شك في ذلك، منافسة فما بينهم أيضا منذ بداية الدوري، كرة تعود من جديد.